عامله لكم بقى يا بنات النهارده وصفه ليله العيد. هتحطيها على بشرتك، هتبيض بقى وهتشيل كل الكلف والاسمرار وكل المشاكل بتاعه البشره. هتقضي العيد ببشره نقيه جدا وبيضه وبتنور. فلو عايزه تعرفي ايه هي الوصفه دي كملي الفيديو للاخر، ما تنسيش الكومنت بتاعك الجميل. ازيك يا حبيباتي، عاملين ايه؟ منورين قناتكم وقناتي. كل سنه وانتم طيبين. بكره العيد، فانا النهارده جايبه لكم وصف هتفتح جدا البشره، وكمان هتشيل اي نوع من انواع اثار الحبوب. فعلا يا بنات ليها فوائد جامده جدا جدا، ونتائجها بتبان من اول مره. الوصفه دي يا بنات للوجه، ولو عايز تستخدميها على الايد تمام. بصراحه انا عن نفسي بستخدمها على الايد وبتفتح جدا، لكن هي كوصفه اساسيه هي للبشره. الوصفه دي يا بنات لو انت عندك اي نوع من انواع اثار الحبوب، عندك يعني تصبغات عموما في البشره حوالين الفم، فالوصفه دي فعلا هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا جدا. لكن لو مشيتي على التفاصيل اللي انا هقولها لك مبدئيا كده قبل ما ابدا الفيديو يا بنات، يعني فضلا وليس امرا، يا ريت تعملوا تحت كومنتات كتير جدا عشان يعني الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك، اللايك بتاعك مهم جدا. ولو انت بتتفرجي دلوقتي على القناه بتاعتي ما تنسيش تعملي اشتراك. اول مكون عندنا النهارده يا بنات وهو البطاطس. البطاطس مهمه جدا جدا. احنا عندنا هنا في مصر بنقول عليها بطاطس، انا ما اعرفش في البلد عندكم بتقولوا عليها ايه، لان انا بيتابعني بنات من بلدان مختلفه وكل اسم طبعا مختلف عن الاخر. انا جبت مبشره يا بنات زي ما انتم شايفين، وحابة ان انا ابشر يعني ابشر البطاطس بتاعتي. ليه بقى انا ببشرها؟ لان البطاطس لما بتتبشر بتنزل العصاره اللي هي الميه بتاعتها، والميه دي هي اللي احنا هنستخدمها النهارده في الوصفه بتاعتنا تمام. فمهم جدا يا بنات جدا جدا الحته دي. لو انت مش عندك يعني بشاره ومش عايزه تبشري، ممكن تستخدمي الخلاط. شايفين بقى يا بنات الميه اللي في قعر الطبق، هي دي الميه الاساسيه بتاعت وصفتنا النهارده، وهي اللي قايمه عليها اصلا الوصفه كلها. بصراحه يا بنات ميه البصل معذره، ميه البطاطس بصراحه بتبقى قويه جدا على البشره وبتنظف من اعماق البشره، لان هي بتحتوي على نشا البطاطس. ونشا البطاطس يا بنات يعني انا هوريكم دلوقتي شكل نشا البطاطس، فعلا فعلا بيفتح جدا البشره. وافضل حاجه ان هو يعني هيفتحها لك على طول في ساعتها، مش هتحسي ان انت محتاجه تعمليها كذا مره. يعني اول ما تحطيها يا دوبك بس الدقايق وتشيليها وهتلاقي النتيجه حلوه جدا جدا، والنتيجه اللي انت مستنياها وعايزاها. تمام. زي ما انتم شايفين انا جبت مصفى وبدات ان انا اصفي البطاطس. طبعا البطاطس اللي انتم شايفينها اللي هي الكتل دي برده ممكن تستخدميها، لكن بصراحه انا بتضايقني في الوصفه ومش بتعجبني خالص فكره ان انا اعمل بالكتل بتاعه البطاطس. اهي بنات ميه البطاطس، شايفين البطاطسايه طلعت عصاره عامله ازاي؟ عصاره كويسه جدا. البطاطس بتاعتك يعني يا ريت ان انت تستخدميها تكون طازه عشان تنزل عصاره، ما تكونش قديمه ولا جافه او متشققه، مش هتطلعك الميه اللي انت عايزاها. انا عشان استخدمت بطاطس طازه وبطاطس مش قديمه ومش بايته، فبصراحه جابت معايا نتيجه حلوه وجابت ميه. تمام. لو البطاطسايه اللي انت بشرتيها ما طلعتش ميه، تقدري ان انت تستخدمي تحطي عليها مثلا معلقتين صغيرين ميه عشان تساعدي العصاره انها تنزل في الطبق. المكون بقى عندنا مكون تاني يا بنات، المكون التاني ده من الحاجات الأساسية فعلا في الوصفة بتاعتي النهاردة، وهي الطماطم. الطماطم يا بنات فيها فيتامينات وأحماض بتفتح البشرة جدا. وعايزة أقول لكم البنات كمان اللي عندها نوع من أنواع الحساسية بسبب الطماطم يعني على البشرة، يعني أنا مثلا لما بحط وصفة للطماطم بحس كده أن أنا البطاطس بتهيج بشرتي، لأن أنا بشرتي حساسة ودهنية. بصراحه يا بنات لما حطيت الطماطم مع البطاطس فرق جدا، لا حسيت باي حساسيه ولا حسيت باي التهابات ولا اي حاجه خالص من دي. يعني اللي عندها نوع من انواع الالتهابات بسبب الطماطم جربيها، وبصراحه فعلا هتفرق معاكي، لان البطاطس خففت جدا جدا من حده الطماطم. تمام. وهو اصلا الصحيح يا بنات ان انت ما تستخدميش وصفه الطماطم لوحدها على بشرتك، المفروض تكون مخففه بشيء اخر. فاحنا النهارده هنخففها، وميه الطماطم بتبقى اصغر جدا من ميه
البطاطس يعني اقل، فبصراحه هتجيب معانا نتيجه حلوه جدا مش نتائج عكسيه. انا طبعا هبدا ان انا ابشر الطماطم زي ما عملت مع البطاطس. انتوا حاسين كان احنا بنطبخ، بس صدقيني لا، هتطلع معاكي احسن وصفه، احسن نتيجه، وبصراحه حلوه جدا جدا ومفيده ليكي وكمان لبنتك. فانا هعملها ان شاء الله النهارده بالليل عشان اصحى كده فايقه للعيد واحس كان انا بشرتي حلوه كده ومنوره وبيضه. تمام، خلاص كده انا قربت ابشر الطماطم بتاعتي، منزله طبعا ميه كتير. طبعا يا بنات اللي انا هعمله في الطماطم هو نفس اللي انا هعمله اللي انا عملته في البطاطس، اللي انا طبعا هصفي الميه بتاعت الطماطم. انا يا بنات بعمل كل حاجه قدامكم عشان بس ما تحتسوش. في بنات بتقول لي بتغري كتير وبتتكلمي كتير في الوصفه وبتعملي معظم التفاصيل اوفر. يا بنات والله ده في بنات بتحتاس جدا، يعني في بنات بتحتاس قوي لدرجه انها بتبقى مش عارفه تعمل ايه. فلو انت فاهمه انت المفروض تعملي ايه، ممكن تعرفي بس المكونات وتفهمي تتحط قد ايه وتطلعي من الفيديو. اما الشرح الكافي والوافي ده والله مش للبنات اللي فاهمه، دي البنات اللي مش قادرين يعني مش متعودين على وصفات. وبعدين انا عندي متابعات كتير صغيرين في السن من 11 و12 سنه، فانا دول اللي بخاطبهم بالشكل ده والشكل المطول ده فيا ريت محدش يزعل مني. وعموما جروا الفيديو لو انتوا شايفين ان فيه ملل شويه. اهي بنات ميه البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بقى قدامي، ميه البطاطس وميه الطماطم. بصوا يا بنات بقى، مش قلت لكم ان انا هوريكم ميه النشا بتاعت البطاطس؟ لو اخدين بالكم القعر بتاع البطاطس، يعني ميه البطاطس القعر بتاعها، بصوا شايفين ده عامل زي السكر البودر. بصوا يا بنات ده نشا البطاطس. طبعا لما خلينا الميه تهدى شويه نشا البطاطس نزل في الطبق، وبصراحه الجو نفسه يعني حلو جدا جدا، اللي هو الشكل نفسه يعني. بس اهو لما قلبته الميه اتغيرت تماما. تمام يا بنات، احنا كده بقينا مجهزين ميه البطاطس وميه الطماطم. اللي انا هعمله دلوقتي هو ان انا هبدا اضيف الطماطم على البطاطس. اهو يا بنات قلبتهم كويس. طبعا افضل حاجه ان انت تقلبي كويس جدا الوصفه بتاعتك، وبعدين بنحط ونضيف اخر حاجه خالص اللي هي ايه، اللي هي النشا. لو انت مش عندك نشا ممكن تستخدمي البودر بتاع الاطفال اللي هو جونسون او اي عموما بودر، ويفضل ان هو ما يكونش بودر معطر، يعني ما يكونش فيه اي نوع من انواع الروائح وكده، لان ده بيعمل التهابات. يفضل ان هو يكون بودر طبيعي او نشا. انا النهارده هستخدم النشا لان النشا يا بنات بيفتح جدا، وبصراحه انا شايفه ان هو مش صعب لان هو متاح في كل حته وعند كل بيت، فبصراحه انا مش شايفه صعب. هتحطي معلقه صغيره وتبداي ان انت تقلبي لحد ما تحسي كده ان انت وصلتي للقوام اللي انت عايزاه. طبعا هنحتاج اكتر من معلقه. الكميه دي تكفيكي، تكفي اختك، تكفي مامتك، دلعوهم معاكم، تدلعيش لوحدك، تكفي بنتك حتى لو صغيره، حطي على بشرتها عادي. الحاجات دي كلها طبيعيه طبعا، بس يكون سنها من فوق مثلا الست سنين عشان تبقى فاهمه انت بتعملي ايه، وما تعصش نفسها طبعا وتعصك معاها وتزعلي مني في الاخر. فطبعا يفضل بنوتك تكون كبيره وفاهمه وعاقله. حطيت معلقه تانية لحد يا بنات هفضل اقلب لحد ما احس ان القوام بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه قدامكم اهو. بصوا يا بنات قوام رائع جدا. بتفرديه طبعا على بشرتك لمده يعني لحد ما هو ينشف، مثلا 5 دقايق كده. بس نكون وصلنا لنهايه الوصفه بتاعتنا. تنسوش اللايك، الاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين. بحبكم جدا جدا، ومع السلامه.